هنتكلم بس بسرعه كده على البرامج المتخصصه في المجال، بس عشان احنا كان كل كلامنا في الفتره اللي فاتت على البرامج اللي احنا هنعمل بيها فصل الوان بس، لكن هنقول بس النهارده كده شويه حاجات تانية يمكن برضو تقابلوها بعدين، يعني يمكن نقابلها لما نيجي نشتغل في المجال، فتلاقي بعض البرامج متخصصه في حاجات محدده. فلو هنتكلم على الموضوع ده النهاردة هيبقى عندي مثلا أول جزئية هتكلم عن استخدامات الكمبيوتر في صناعة المنسوجات، الجزئية الثانية أنواع الملفات، دي طبعا احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده بس برضو هنعدي عليها تاني، الخصائص المطلوب توفرها في البرامج أو في برمجيات الكمبيوتر، والبرمجيات الخاصة بتصميم طباعة المنسوجات. طيب استخدامات الكمبيوتر ايه هي في المجال نفسه؟ الكمبيوتر طبعا ليه فوائد كتير قوي، عندنا نوعين من استخدامات الكمبيوتر، انا عندي حاجه اسمها الكاد وعندي حاجه اسمها الكام، حد سمع عنه قبل كده؟ دول سمعت عن حاجه اسمها كاد او كام؟ يعني ايه كاد؟ سمعت عن الكاد والكام؟ سمعتيش عن الكام؟ هو لو عرفنا معنى الاثنين هنقدر يعني نعرف ايه استخداماته. كاد يعني ايه؟ كاد اول حرف اللي هي السي اللي هي كمبيوتر، سهله دي، ايديت ديزاين، يعني ايه بقى؟ يعني التصميم بواسطه الكمبيوتر، يبقى الكمبيوتر ايديت ديزاين اللي هي ايه؟ التصميم بمعاونه الحاسب الالي اللي احنا بنسميها الكاد. طيب طبعا الكاد ده في منه برامج كتير، احنا لما بنيجي نعمل تصميم بالالستريتور ولا بالفوتوشوب ولا بالرمزيتا ولا باي برنامج من البرامج اللي موجوده ده كله احنا بنسميه ايه؟ بنسميه كاد. طيب ايه اللي بيعمله اصلا الكمبيوتر؟ ان هو بيحاول يحاكي الطرق اليدويه اللي احنا كنا بنستخدمها، يعني انا كنت بمسك ورقه وقلم وبقعد ارسم، صح كده؟ كنت بمسك مسطرة وبرجل ومثلث عشان اعمل حاجات هندسية، كنت بمسك فرش عشان ابتدي الون، مظبوط كده؟ هو بيبتدي البرامج دي بتشوف اصلا المصمم التقليدي بيعمل ايه، وبعد كده بتبتدي تحول الطرق التقليدية دي اللي احنا بنعملها يدويا بتحولها لان الكمبيوتر هو اللي يقدر يعملها. يعني انا لو بستخدم فرشة في الطباعة التقليدية او في الرسم التقليدي او في التلوين التقليدي، انا عايز يبقى عندي برضو فرشة على البرنامج عشان اقدر برضو ايه الون بنفس الطريقة. فلو هو هيلون لي بطريقه ما فيهاش محاكاه للواقع او محاكاه للشكل التقليدي بتاعنا يبقى انا مش هعرف استخدمه. بمعنى ان مثلا احنا عندنا فرش بانواع كتير، فعندي فرش زيت، في عندي فرش جواش، في عندي بريستل براش، في عندي اير براش، في انواع كتير من الفرش. فالكمبيوتر لو هيطلع لي الرسمه اللي هو بالفرشه ده بطريقه واحده بس يبقى كده الكمبيوتر فيه قصور، عنده قصور. يتغاضى عن القصور ده ازاي؟ انه يضيف الايه؟ الفرش الجديده اللي احنا بنتكلم عليها دي مثلا، يعني انا بتكلم على سبيل المثال. يعني البرامج دي بقى ايه؟ طبعا زي ما قلت لكم كتير قوي، لكن خلينا نشوف كده احنا بنستخدم الكاد ده في ايه. بنستخدم الكاد ده في ايه؟ طبعا رسم زي ما قلت لكم، رسم درو يور انيشال ديزاين، يعني الرسم بتاع التصميم العادي اللي هو يمكن يكون السكتش حتى البسيط ده انا برضو بستخدم فيه الكمبيوتر. طيب ممكن استخدمه في عمل ايه؟ الباترن بيسز. ايه الباترن؟ يعني ايه باترن؟ الوحدات التكراريه، وحده نمطيه مكرره هي من نفس شكلها بتتكرر تاني، يعني انا زي ما اكون عامل بلاطه كده وهي عماله تتكرر تاني. فزي ما احنا بنعمل ديفاين باترن كده على الفوتوشوب، فانا اكني بعرف البرنامج على ايه؟ على وحده نمطيه هتتكرر بنفس النمط وبنفس الشكل بالظبط. تمام. فالكمبيوتر بيساعدني في ان انا اعمل الباترن دي. احنا طبعا لو يدويا الموضوع ده كان هيبقى عارفين صعب جدا، يعني عشان انا اعمل انا باترن دي واقعد اكررها كده كذا مره جنب بعضها، ما احنا لما كنا بنطبع بالشاشه الحريريه، مع الشاشه الحريريه دي تعتبر باترن، فالباترن دي عشان تملى انت بيها قماشه مثلا 40 متر، فشوف انت هتقعد تكرر الباترن دي كم مره بايدك وشوف هتاخد منك وقت قد ايه. في حين ان انت دلوقتي الكمبيوتر بقى ممكن يكرر لك الباترن دي على القماشه دي كلها وتطبعها ديجيتال في ما فيش ثواني معدوده، مجرد بس ان انت معرفه ايه هي الوحده النمطيه اللي بيكررها دي بس. طيب في عندي كمان انا ممكن استعمله في ايه؟ في اللاي اوت، يعني انا بخطط للتصميم، يعني اقسم التصميم بتاعي، اوزع العناصر فين بالظبط، ابتدي استخدم الكمبيوتر في التقسيمه العامه او في اللاي اوت التخطيط العام للتصميم عشان بعد كده يبتدي يتحرك عليه الباترن اللي احنا بنتكلم عليها دي، او حتى لو في ماتيريال معينه انا بحاول اقررها عليه. طبعا الماتيريال دي احنا بنشوفها او المصطلح ده بنشوفه كتير يمكن مع الناس اللي بتشتغل في الثري دي، فيقول لك انا هضيف ماتيريال على المنتج عشان يبتدي يخليه واقعي اكتر يعني. تمام. احنا بقى بالنسبه لنا برضو في مجال طباعه المنسوجات، الماتيريال دي بتعتبر عباره عن زي ملامس كده. مش احنا ممكن ناخد ملمس مثلا العقد والربط مثلا ونكرره؟ مش ممكن ناخد ملمس الباتيك ونكرره؟ مش ممكن ناخد مثلا اي ملمس مثلا زي ملمس جلد النمر مثلا ونكرره؟
فالكمبيوتر طبعا ايه بيساعد طبعا في الحاجات دي كلها. طبعا هو ممكن يعمل ميكنج الباترن دي، يعني هو كمان انت ممكن لو استخدمت الفرشه ممكن تبتدي انت ترسم وحده نمطيه معينه وتبتدي تكرر. طيب في حاجه مهمه جدا وهي ايه؟ الموديلنج. يعني ايه الموديلنج؟ يعني ايه موديلنج؟ التوظيف، صح كده. الموديلنج يعني انا ايه بعمل التصميم بتاعي في صوره موديل، صح كده، يعني بعمل منه ايه زي البروتوتايب كده، اللي هو الايه يعني انا بعمل منه النموذج، نقدر نقول عليه ايه النموذج المبدئي او النموذج الاولي اللي انا بعد كده هبتدي ايه اكرره في الانتاج بصفه عامه. احنا عندنا زي ما قلت لكم لو انا هعمل موديلنج بقى، فانا بعمل الموديلنج دوت على ايه، يمكن اصلا قبل ما ننتج القماشه نكون احنا عاملين شكلها بيتوظف ازاي مثلا كمفروشات او ملابس او غيره. طبعا ممكن نستخدمه بقى كمان يعني في الترويج للمنتج، يعني انا ممكن اعمل ديزاين لوجو للمنتج بتاعي، ممكن اعمل ستنسل، يعني الستنسل نفسه اعمله، ما احنا عندنا الكمبيوتر ممكن يفرغ دلوقتي، صح كده، يعني ممكن ابعت له رسمه معينه ويفرغها. كمان نقدر زي ما قلت لكم نعمل بقى الايه اللي هي الترانسفير، يعني نقدر نطبع ديجيتال مباشره على القماش. فكل دوت بيقدر يعمله الايه الكمبيوتر من خلال برامج. يبقى البرامج اللي هي الكاد هي دوبك عباره عن تصميمات، والتصميم دوت مباشره، بس لما هنحطه على قماش يمكن هنا يبقى دخلنا في ايه، في الكام مش في الكاد. هقول لكم دلوقتي يعني ايه الفرق ما بين الكام والكاد. يعني هنتكلم بعد كده على ايه الادفانتج او المكاسب اللي انا ممكن اخدها لما استخدم الكمبيوتر ايديت ديزاين. يعني احنا كنا بنستخدم الطرق اليدويه، صح كده، ايه بقى المكاسب؟ يعني انتوا قبل ما نيجي نشتغل زي ما احنا اشتغلنا الترم ده مع بعض، يعني انتوا كنتوا هتعملوا الموضوع ده بايديكم ولا طيب ايه اللي احنا هنستفاده بقى؟ انا طبعا بستفاد كتير جدا، واولهم ان انا ايه اكيد الكمبيوتر اسرع في كل الخطوات اللي احنا قلنا عليها دي، اكيد ان هو مرتب كمان اكتر، اكيد ان هو منظم اكتر، هيكون شغلي عليه منظم اكتر، صح كده. كمان يمكن المكان مش هيبقى يعني احنا لو بنشتغل يدوي انا حاطط هنا شويه الوان وحاطط هنا شويه ورق وحاطط هنا ما اعرفش ايه كده، وعشان اقعد اشتغل لمقرر تصميم مثلا فانا ببقى معطل كده غرفه في البيت ولا حاجه ومبهدلها اخر بهدله، ولو حد دخل عليا كده يقول لي ايه اللي انت عامله ده، طب نوضب شويه، تقول له لا لو شلت حاجه مش هعرف طريقها اطلع بره لو سمحت، صح كده. ف كل دوت ما بيبقاش موجود لان كله هيبقى جوه الكمبيوتر، فانت يا دوبك اللابتوب اللي قدامك ده هو عليه كل القصه اللي احنا بنتكلم عليها، صح كده. طيب الحاجه الثانيه كمان انت تقدر في الحاله دي ترسل وتتناقل وتتشارك او تعمل شيرنج للتصميمات بتاعتك دي مع ناس كتير. التصميمات اليدويه هي وهي ورق كده محدش يقدر يشوف واقعها ايه ولا هي في الواقع شكلها ايه غير لما تجيبها له بشكلها يعني بحالتها الماديه، يعني تجيب له التصميم نفسه كده، صح؟ لكن التصميم اللي انا بعمله على الكمبيوتر انا ممكن ابعته لك في صوره، ابعته لك في ايميل، ابعته لك احطه لك على الفيسبوك وتشوفه ونشوفه مع بعض كلنا ونقعد نقول فيه اراء وناخد اراء الناس ونعمل استبيان عليه، صح كده؟ فدي ميزه مهمه جدا في الشغل في التصميم او في مجال فصل الالوان وغيره على الكمبيوتر. فكنا الاول عشان احنا مثلا نعمل فصل الوان لتصميم معين فلازم نودي التصميم ده لحد اللي بيعمله فصل الالوان، ولما يعمله فهو محتاج ان هو يركب مواصلات عشان يجي يسلمه في المصنع، وعشان احنا كنا الاول شغالين كده، يعني كنا زمان افتكر سنه تقريبا كانت 2001 كده كنت في مصنع انا، وكنا يعني ما كانش حد بيشتغل كمبيوتر، وكان المصنع اصلا ما كانش فيه كمبيوتر كمان، فاحنا لما كنا بنفكر بقى عشان نعمل الحداثه يعني ان احنا ايه نخلي حد يعمله كمبيوتر، عشان نخلي حد يعمله كمبيوتر فما عندناش برينتر، فهنعمل ايه عشان ما عندناش برينتر؟ ناخد التصميم بتاعنا ونروح للراجل المكتب اللي هو مثلا يطلع بعيد كده كام كيلو 20 30 كيلو عن المصنع، يقعد يعمل التصميم، وبعد كده واحد يقعد جنبه يا عيني يفضل مستنيه لحد ما خلص التصميم، وبعدين ينتظره لحد ما يطبع التصميم، وبعدين ياخد الافلام ويشيلها ويجي بقى ايه بيها على المصنع عشان يسلمها. طيب كل الكلام ده لو انا دلوقتي بشتغل بالكمبيوتر والانترنت والتكنولوجيا اللي وصلت ليها دلوقتي مساله التصميم يعني والبيانات والكلام ده، فخلاص احنا دلوقتي ما بقيناش محتاجين ان احنا نعمل ده كله. انا كل بساطه لو صوره التصميم صورناها بالموبايل حتى لو حد تاني يعملها في مكان تاني يعني هبعتها له بالايميل هيشتغل ويبعتها لي برده بنفس الطريقه. الايميل ما بياخدش سايز كبير يعني او ما بياخدش الحاجه بجوده عاليه، فكنا زمان بنفكر ان احنا نعملها كومبريشن يعني نعمل لها ضغط يعني، دلوقتي ما بقيناش نفكر لان انا ممكن احطها على الدرايف، خلاص بقى في حاجه اسمها اللي هي الكلاود اللي هي السحابة اللي انا ممكن اصلا اكني عندي سبيس معين على سيرفر مش موجود اصلا عندي خالص، فممكن اطلع احط عليه التصميم بتاعي اللي هو يطلع كام جيجا يعني حتى لو طلع مهما كان يعني مساحته قد ايه يفضل موجود، والتاني يا دوبك ياخد اللينك بتاعه يدوس عليه يفتح هناك ينزله ويشتغل عليه تاني ويرجعه لي في نفس المكان وهكذا.
صح كده؟ احنا ممكن لو احنا عاملين تيم وورك بنشتغل في تصميم، فممكن كلنا نشتغل على نفس التصميم اللي محطوط على الايه، على السحابه اللي احنا بنتكلم عليها دي. طبعا في تصميمات مختلفه واشكال مختلفه وفي انواع مختلفه جدا من طرق الطباعه وكلام من ده، فخلاص الكمبيوتر بقى قادر يغطي لي لو هطبعه ديجيتال، لو عايز اعمله زي ما قلت لكم كده سلك سكرين، لو عايز اعمله ما اعرفش باي طريقه ثانيه، لو عايز اطبعه حتى على ورق، لو عايز اطبعه على ما اعرفش خامة كذا، فخلاص الكمبيوتر بقى بيتعامل مع كل الايه، مع كل الحاجات دي. طبعا في ميزه ثانيه كمان في الكمبيوتر، انك تقدر توظف التصميم اكتر من توظيف. يعني احنا لو كنا عاملينه على الورق التصميم اليدوي، يعني لو كنا عاملينه مثلا ان هو يبقى على تيشيرت الطفل مثلا، هو نفس التصميم ده انا ممكن اخده بعد كده واوظفه في انه مثلا معمول يافطه، صح كده؟ ما هو الكلام ده ما كانش هينفع بقى باليدوي، مظبوط كده؟ طيب واللي موجود على التيشيرت ده انا برضو ممكن اخده وراح اعمل له شويه تكرارات او باترن زي ما احنا بنقول كده، وبعد كده ما يبقاش تيشيرت خالص ويبقى مثلا ملايه سرير او يبقى معرفش ستاره، صح كده؟ فاصبح الكمبيوتر بسهوله بمكان ان هو يساعدني في اني حتى اوظف التصميم بتاعي اكتر من ايه؟ اكتر من توظيف، ما يبقوش كلهم توظيف واحد يعني. طيب البرامج اللي احنا بنتكلم عليها دي هي بقى بتنقسم لكذا حاجه، لان احنا كمان عندنا ايه برامج ليها علاقه بال3 دي، يعني البرامج نفسها اللي احنا بنشتغل عليها. انا عندي برامج ليها علاقه بايه، بال3 دي موديلنج، وفي عندي برامج تانية ثنائيه الابعاد اللي هي ال2 دي اللي هي بنرسم بيها بقى زي الالستريتور زي ما احنا بنشتغل كده، صح كده؟ هل احنا ما نقدرش نشتغل شغلنا ده مثلا في التوظيف مثلا على 3 دي ماكس؟ مش احنا نقدر نعمل الموديلنج بتاعنا ده او التوظيف بتاعي ده على 3 دي ماكس؟ حد فكر قبل كده يعمله كده؟ حد فكر فيها دي؟ عشان انت ما دخلتش في 3 دي ماكس او ما اتعلمتش 3 دي ماكس. لكن يمكن لو اتعلمت 3 دي ماكس تقدر تعمل واقع افتراضي كامل متكامل على بعض، يعني ممكن مثلا تعمل اكنك مثلا عامل زي ستيج كده وهتخلي حد يتحرك عليه، واللي بيتحرك عليه ده لابس التصميم بتاعك، صح كده؟ وفي برامج بالفعل دلوقتي بقت اصلا بتشتغل كده غير حتى ال 3 دي ماكس، يعني في المارفلس والكلو، في كام برنامج كده نازلين انت، هم اصلا بداوا كبرامج بتاعه باترون، يعني تعمل باترون، لكن بعد كده دخلوا فيها ال 3 دي بقت تعمل كمان موديلنج. انت ممكن حضرتك تعملي التصميم بتاعك وتدخليه على البرنامج ده، يتحط على الباترون، يتركب على الباترون نفسه، ولما تيجي تجمعي الباترون ده، البرنامج نفسه بيجمع الباترون على المانيكان بتاعه، فلما يجي يجمعه على المانيكان بقى بيجمعه بالتصميم المطبوع اللي انت مركباه عليه، لما تيجي كمان تديله حركه وانيميشن جوه البرنامج هيبتدي يتحرك اكنه هو فعلا لابس التصميم بتاعه. واخدين بالكم يا جماعه؟ فكل الحاجات دي مهمه جدا ان احنا نعرفها. زي ما قلت لكم يمكن المقرر بتاعنا بس ايه، هو وقت محدود، ما نقدرش نقول فيه كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي، والكلام اللي انا بكلمكم فيه ده محتاج يعني سنين عشان نقعد كل حاجه. يعني عايز اتعلم 3 دي ماكس، وعايز اتعلم كلو، وعايز اتعلم مارفلس، وعايز اتعلم مش عارف بقى هتعلم ايه ولا ايه، يعني واخدين بالكم؟ فيعني مهما احنا عرفنا دايما في حاجه، دايما يعني خلي في دماغكم كده ان دايما في حاجه لسه ممكن نعرفها، خلاص؟ طيب في عندي كمان البرامج اللي هي الخاصه بايه؟ خاصه بالمساحات الضوئيه. يعني احنا اصلا المفروض لما بناخد تصميم، ويمكن انا قلت لكم الكلام ده لما كنا هندخل التصميم في الاول، انا قلت لكم خطا شنيع جدا الناس بتعمله ان هي بتدخله بالكاميرا الموبايل او يعني بالاساليب اللي هي الغير احترافيه، لكن كاسلوب احترافي لا، ده هو في سكانر، والسكانر دوت حتى كمان بيبقى فيه بعض الاعدادات اللي تساعدك في ايه، في انها تعمل لك اديتنج على التصميم قبل ما تدخله وانت لسه بتدخله، يعني بتعدل لك وتظبط لك الالوان وتوضح لك الصوره اكتر، توضح لك تفاصيل التصميم اكتر وانت لسه حتى بتدخله. واخدين بالكم يا جماعه؟ فالبرامج زي ما قلت لكم كده هيكون في عندي برامج ليها علاقه بالسكانر لازم اكون عارفها، لو عندك سكانر لازم تكون عارف البرنامج بتاعه بيتعامل مع المسح الضوء ازاي، بيسحب الصوره ازاي، بيدخل ريزولوشن ايه، ممكن يعدل في الهيو والساتوريشن، ممكن يعدل في اللايتنس والبرايتنس والكلام ده كله، فالكلام ده كله لازم تكون انت عارف الاوبشن بتاع البرنامج ده. كمان بعد كده هتبقى عارف الاوبشن بتاع برامج ال2 دي زي ما قلت لكم، زي الفوتوشوب زي ما احنا اشتغلنا، وزي الايه الالستريتور، وزي الرمزيتا، وغيره من البرامج. وبعد كده برامج الموديلنج بقى زي ما قلت لكم دي اللي بتساعدني في الميرشندايزنج او بتساعدني في الترويج للمنتج. يعني انت لو عملت ترويج صح ممكن تبيع المنتج قبل ما تنتجه، يعني انا ممكن ابيع المنتج وابقى عندي فيدباك عن المنتج بتاعي قبل اصلا ما انتجه، قبل ما اكلف نفسي اقتصاديا واستهلك وقت وفلوس وجهد يعني حاجات انا في غنى عنها، انا في غنى اصلا عن الاستهلاكات دي كلها لو عملت موديلنج، والموديلنج دوت بدات اعرضه على حد والناس شافته قبل ما يتم اصلا، خلاص هنقدر نعرف فعلا هو عليه طلب ولا لا. طيب نيجي بعد كده لايه، للجزء الثاني اللي هو الايه، الكام بقى. الكام، والكام زي ما قلت لكم احنا لو عرفنا هي دي اختصارات ايه هنعرف المفهوم ايه. كمبيوتر ايديد مانيفاكتشر، يعني ايه مانيفاكتشر بقى؟ ها صناعه، يعني انا دلوقتي
هصنع بواسطه ايه يا جماعه؟ بواسطه الكمبيوتر. طيب ده بيجي ازاي؟ ان بكل بساطه انا هخلي المكنه اللي كانت المفروض ان هي بتشتغل عادي هتبقى كمبيوترايز خلاص، يعني بدل ما هي تشتغل بطريقه عاديه انا بخلي الكمبيوتر هو اللي بيتحكم فيها. فحتى مكنه الطباعه السلك سكرين اللي كانت موجوده زمان اللي هي كان الطباع بيقف يقعد يظبطها بايده وكذا وكذا وكذا، دلوقتي بقت موجوده المكنه دي ولكن معاها كمبيوتر مرفق كده وشاشه وانت بتظبط الحاجات دي من الشاشه، صح؟ هنا بقى اسمه ايه؟ مانوفاكتشرنج، يعني كمبيوتر ايديد ايه؟ مانوفاكتشر، او اللي هي الكام اللي احنا بنتكلم عليه. طبعا الكام بقى ده داخل في حاجات كتير قوي، داخل في حاجات كتيره جدا. يعني لو زي ما احنا شايفين كده ابسط الاشياء، يعني انت لما بتيجي تعمل باترون، لما بتيجي تعمل الباترون اللي هو زمايلنا في قسم الملابس بيعملوه ده، بيقعد يرسم، صح كده؟ يرسم على ورق وبعد كده يجيب بقى القطع دي يقعد يقصقصها ومعرفش يعمل ايه وكلام من ده. يمكن هو بيقص المقص يسرح منه في حته، يطير منه حته زياده، يزود منه حته زياده، يجي يشتغل برضو ايه مش بالدقه اللي هي، وهو بيرسم حد هز ايده فالمسطره اتحركت، مش عارف في ملي زياده، في 2 ملي معرفش كذا. كل دوت بقيت اقدر احكمه لما دخلت الكمبيوتر في الموضوع. ليه بقى؟ في عندي سوفت وير، السوفت وير ده هرسم عليه الباترون بتاعي ده، الباترون ده هيترسم بكل دقه، مش هيطلع فيه ولا جزء من الملي زياده حتى، تمام كده؟ طيب، طب قلت لي انت دلوقتي خلاص يعني مساله الرسم هو بيرسم كويس، اه طب ما القص بقى هتعمل فيه ايه؟ قلت لك لا، ما هو برضو دخل في قصه ايه؟ ان انا ممكن اوصله بحتى حاجه زي اللي احنا شايفينها ده اسمه ايه؟ زي كتر بلوتر. فالكتر بلوتر ده فيه زي سلاح كده، والسلاح ده هيبتدي يتحرك على ايه؟ على الورق، فبدل ما كان بيرسم هو بيعمل ايه؟ بيقص او بيقطع، صح كده؟ فخلاص بقت مساله ان انا اعمل باترون، الباترون بتاعي كمان هيطلع برضه القص بتاعه غايه في الدقه. الادهى من كده بقى ان ما كانتش بتبقى دي عندنا المشكله، ده كان بتبقى عندنا المشكله ان انا لو عايز اجمع قطع الباترون بتاعت موديل معين جنب بعضها عشان اقلل الهلك بتاع القماش. واخدين بالكم يا جماعه؟ يعني انا دلوقتي ايه؟ لما باجي اعمل الباترون ده بيبقى مهم جدا مرحله بقى بعد ما خلاص رسمت الباترون بتاعي بقياساته صحيحه وما فيهوش اي مشكله خالص، المقاسات هتطلع مظبوطه وزي الفل. لا، انت القطع دي لما تيجي تحطها على تواب القماش اللي انت هتقص عليها الكميات دي في المصنع، بيحط تواب القماش بيفضل يرص فوق بعضه كده عشان يطلع حاجه علوي كده مثلا، تمام؟ عشان يطلع كميه قماش كبيره كده يقص عليها الموديل. فطيب انا لو حطيت حته الباترون دي هنا وحته باترون ثانيه جنبها وحته باترون ثانيه جنبها وكان في بينهم وبين بعض مسافات، هيطلع لي هادر كتير جدا من القماش، صح كده؟ طيب كان بقى بيقعد يعمل ايه الراجل بتاع المقص دار ده زمان؟ كان يجيب القطع دي يعملها على كرتون، وقطع الكرتون دي يفضل بقى عمال يجيبها يمين وشمال ويطلعها شويه ويرجعها شويه ويجيب دي جنب دي ويبدل دي من دي ويروح يودي دي هنا ويودي دي هنا ويجرب، عمال يجربها بايه بكل الطرق الممكنه عشان في الاخر يطلع اكبر قدر من القطع واقل قدر من الايه؟ من القماش المهدر اللي هو هيتقص ويترمي في الاخر. كل القصه دي بقت بضغطه زر على الكمبيوتر انت ممكن تعملها. البرامج الخاصه بالباترون انت بقيت يا دوبك بس اوبشن بتضغط عليه تقول له والله انا عرض القماش بتاعي قد كذا والطول اللي انا عايزك تشتغل عليه، يعني عرض القماش مثلا انا جايب قماش عرضه متر و50، فبقول له عرض القماش متر و50، يقول لي طب انت عايز تفرض على ترابيزه قد ايه؟ اقول له مثلا 6 متر، فاقوم مدخل متر و50 في 6 متر ويبتدي يجيب القطعه دي، يفضل عمالي كل شويه ايه يعملها كده، يبدلها، يجيب دي تحت يجيب دي فوق، يبدل دي من المكان ده للمكان ده لحد ما تظبط معاه اقل نسبه ايه؟ نسبه هدر في القماش. كل الكلام ده زي ما قلت لكم الكمبيوتر بيقدر ايه؟ يعمله. طيب الكمبيوتر يقدر في التصنيع يعمل ايه؟ يعمل كاتنج زي ما انا قلت لكم من شويه، يعمل سوينج اللي هي ايه سوينج؟ ها ممكن يعمل ايه الكمبيوتر؟ يخيط، ممكن يخيط، تمام كده؟ ممكن يعمل برنت للديزاين، وده اللي احنا بنتكلم عليه في المجال بتاعنا، ممكن يحط ينزل لي الوان مباشره على التصميم. الامبريدري اللي هي ايه؟ اللي هي التطريز، صح كده؟ ممكن كمان يعمل لي تطريز، ممكن يعمل لي ابلاي كيميكال، ده ممكن ندخل في موضوع تاني بقى، يعني انا ممكن مثلا استخدمه في التجهيز مثلا، اقول له والله ايه انت المكنه دي احنا عايزين نعمل تجهيز للقماشه الفلانيه، او صباغه مثلا للقماشه الفلانيه، فانت بتبرمج المكنه بحيث ان هي تظبط درجه الحراره وليكن مثلا عند 180 درجه مئويه، فتفضل شغاله عندما تثبت على 180 درجه مئويه، والله المفروض اضافه مثلا الماده الكيميائيه كذا، تروح هي منزله من الخزان بتاعها الماده الكيميائيه بالقدر اللي انت عايزه، تمام كده؟ ايه معرفش ايه ابتدي قلب، هي عماله تقلب، معرفش ابتدي اعمل كذا، هي عماله تعمل كذا، لحد ما بتخلص الموضوع كله خالص، انت كل حاجه مبرمجها بايه؟ بالكمبيوتر، والدنيا شغاله مفيش فيها اي مشكله خالص، تمام كده؟ كمان ممكن استعمله في البريسنج او الايرونينج، اللي هي الايرونينج، ايه هي الايرونينج؟ ممكن تستعمله كمان في الكي، فالكمبيوتر بقى داخل في كل حاجه تقريبا،
في التصنيع. هي مشكله بس ان انت ايه يكون عندك الامكانيات الماديه والماليه اللي هي تساعدك في انك ايه في انك تشتري بس التكنولوجيا اللي احنا بنتكلم عليها دي. طيب برضو هنا ايه المكاسب اللي انت ممكن تحصل عليها لو انت استخدمت الكمبيوتر ايديد ديزاين؟ اكيد انت بالكلام اللي احنا بنقوله ده، انا مش عايز حد يشيل ورق من هنا لهنا، ومش عايز حد يقص، صح كده، ومش عايز حد يجمع، ومش عايز حد يعمل، فكده يبقى في عماله ايه اقل، يبقى انت كده استخدمت عماله اقل. طبعا بقى في ماكينات زي ما قلت لكم فائقه الايه القدره والسرعه والدقه، يعني اهم من ده كله ان هي ايه دقيقه اكتر بكتير جدا من الشغل المانوال اللي احنا بنتكلم عليه. في كمان تقدر تقلل التكلفه في الشغل اللي احنا بنتكلم عليه ده، هو قلل في العماله زي ما احنا قلنا، يبقى كده ده قلل ايه تكلفه عماله، صح كده. طب هو قلل كمان في الوقت، صح كده. طب قلل كمان في المواد الكيميائيه، ما انا بقول لك انا المواد الخام اللي انت بتستعملها، ما انا بقول لك انت ممكن تخليه ينزل نسبه معينه، فالانسان او البني ادم اللي كان واقف اللي كان المفروض يقيس مثلا 30 جرام يحطهم ما بقاش موجود، صح كده. فالكمبيوتر هو اللي قاسهم، هو اللي عادلهم، هو اللي عايرهم، هو اللي واخدين بالكم يا جماعه، هو اللي متابع كل العمليات دي، فبقى فيه برضو ايه جوده اعلى ومقلل انا في التكلفه بالطريقه اللي احنا قلنا عليها دي. يبقى كل دوت يخلي لي المنتج النهائي جوده عاليه. نقدر نصنع بيه طبعا ايه منتجات متعدده، يعني انت لما بتجيب مكنه معينه، يعني يمكن المكنه اللي هتطبع عليها ديجيتال انتو كقماش، يمكن هي اللي يكونوا بيطبعوا عليها كدعاوي اعلان مثلا، يعني هي تنفع للدعاوي الاعلان برضه، بس كل الحكايه انك يمكن تحتاج تغير الالوان، الالوان دي بتاعه قماش لكن الالوان دي بتاعه مثلا جلد، الالوان دي بتاعه ورق، الالوان دي بتاعه، صح كده؟ يعني احنا نحتاج نغير بس الخامه بتاعتنا، لكن هي ممكن تعمل اكتر من حاجه. وكل بقى حاجه في الماكينات اللي هي بتشتغل بالكمبيوتر زي ما قلت لكم انا ممكن استخدمها استخدامات متعدده، يعني المكنه اللي اتكلمنا عليها من شويه اللي ممكن تصبغ هي اللي ممكن تعمل تجهيز مثلا، هي اللي ممكن مثلا تعمل تبييض لقماشه، ممكن تعمل غسيل لقماشه، فهي نفس الايه الماكينات بيبقى ليها اكتر من استعمال. طيب الماكينات دي او الكمبيوتر بنستخدمه ايه مع ماكينات الحياكه ممكن والتطريز زي ما قلت لكم، وفي ماكينات الطباعه الرقميه ده اللي احنا بنتكلم عليه عندنا عشان احنا يعني بنركز اكتر في الطباعه، وماكينات رسم الباترون وتجميعه اللي انا كنت بحكي لكم عنها دي من شويه، والمقصات بقى اللي هي ممكن تقص الخامات اللي احنا بنتكلم عليها دي بالليزر، فممكن تقص اللي هتقص الورقه دي اكيد ممكن تقص برده قماش، صح كده، ممكن تقص اي خامه ثانيه، حتى الافلام بتاعتنا، يعني احنا عشان نطبع مثلا على تيشيرت المفروض ان انا بطبع الالوان على فيلم معين، صح كده، او على سطح معين وسيط يعني معين، وبعد كده احطه على التيشيرت واعمل ضغط على المكبس عشان يبتدي ينقل اللون. فالفيلم دوت احنا ممكن نمسك المقص ونقص حوالين الرسمه، وممكن يكون في جهاز يعني او مكنه فيها قطع بالليزر هي اصلا بتقص حوالين الرسمه. واخدين بالكم يا جماعه اللي راح فيكم المعارض اللي بيعملوها في ستيتش اللي هي ما اعرفش انتوا تسمعوا عنها ولا لا، في معرض بيتعمل كده كل سنه بيبقى تقريبا في اخر شهر 10، يعني تقريبا 20/10 21/10 في الحدود دي، لو جه تاني قريب لازم تروحوا تبصوا عليه عشان تشوفوا المكان اللي احنا بنتكلم عليه ده. خلاص يعني اصبحت دلوقتي خلاص انا كل حاجه تقريبا كنت بعملها بايدي بقى سهل جدا، الكمبيوتر يبقى عنده كاميرا بتشوف وهو بيمشي بليزر يقص ويعمل كل الخطوات اللي احنا بنتكلم عليها دي. طيب يبقى المكاسب اللي انا يعني هحصل عليها لما استخدم الكاد والكام بقى مع بعض كمان ان انا اقلل زي ما قلت لكم في التكلفه، التريننج برضو يعني انت محتاج برضو ايه محتاج تدريب، فالتدريب برضو على الحاجات دي برضو ابسط من التدريب على انك تقعد هتجيب واحد تدربه بس عشان بيسحب مثلا لون بالراكل ولا معرفش ايه، صح كده. طيب في كمان عندك الكمبيوتر فيروس ده لازم ناخد باله منه، لان هي ده عيب بقى من ضمن عيوب الايه من ضمن عيوب الكلام احنا بنتكلم عليه ده، لانك لو جالك فيروس للحاجات اللي احنا بنشتغل عليها دي بيدمر الدنيا، ممكن يضيع لك التصميمات ويضيع لك المكن ويضيع لك الشغل والمنتج كل حاجه بتبوظ يعني، فلازم ناخد بالنا من موضوع الفيروس ده. انواع ملفات الصور دي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، وزي ما قلت لكم انا بس كان عندي مهم جدا موضوع الريزوليوشن والكالر ديبس والانتي اليز، ناكد عليهم تاني. الانتي اليز كنا اتكلمنا عادي، الريزوليوشن اتكلمنا عليه لما بزود الريزوليوشن بيزود الايه الجوده، لكن خد بالك ان انت عندك سقف هو 300 اللي احنا قلنا عليه ما تزودش عنه. لو كنت بتطبع كمان ديجيتال انت بتطبع مساحات كبيره، يعني بتطبع مثلا شغل زي اللي زميلكم جابوه ده احتمال ما تحتاجش الريزوليوشن ال 300، انت ممكن تحتاج 150، لو هتطبع طرحه انت ممكن تحتاج 72، ليه بتعمله 200؟ ليه بتعمله 150؟ ليه بتعمله 300؟ لو انت عملت الريزوليوشن اعلى الجوده مش هتستفاد منها كتير، وفي نفس الوقت هو بس ايه بيبقى ليه نتيجه عكسيه انه هيبطئ عمليه الطباعه، هيعطل لك المكنه اكتر بس. فانت لازم كل حاجه تبقى واخد بالك منها في التصنيع بالكمبيوتر، خاصه في مجال يعني في موضوع الجوده والريزوليوشن والكلام ده. وعمق اللون اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده ده مهم برضو، اللي احنا قلنا هو ليه علاقه بالبت، هو كام بت التصميم بتاعي كام بت فيقدر يمثل لي عدد الوان قد ايه. وبرضو زي ما قلت لكم لو احنا
اصلا هنشتغل على تصميم سبوت كولر، انت عايز كولر دبس عالي ليه؟ حد يفهمني يعني. يعني انا في مجالنا احنا في طباعه المنسوجات، انا في الاخير هطلع تصميم هو عباره عن اقصى حاجه مثلا 7 الوان مثلا، يعني هنقول 7 الوان، ال7 الوان دولت انت هتطلعهم بكولر دبس قد ايه يعني؟ يعني تطلعهم بكام بت؟ انت عايز 7 الوان بس صح؟ احنا قلنا 2 اس 2 يطلع بكام؟ ب4. طب 2 اس 3؟ 2 اس 3 يعني 2 في 2 في 2، 2 في 2 ب4 و4 في 2 ب8 صح كده؟ يبقى احنا كل القصه ان احنا محتاجين 3 بت نمثل عليهم الالوان مثلا. فانت تيجي تختار ملف على الفوتوشوب هو بيقول لك 8 بت ولا 16 بت ولا 32، فانت رايح تختار لي ابو 32 عشان ايه؟ هو اصلا ال 8 ده يديك الوان اكتر بكتير جدا من اللي انت محتاجها صح كده؟ فلازم نبقى لو احنا فاهمين زي ما بقول لكم الاسس اللي انا بتكلم عليها دي هنرتاح كتير جدا في الشغل. طيب لو انا عندي كمان الانتي اليز اللي انا بكلمكم عنه، احنا لما بنيجي نحول من ملف للتاني حتى لو بشتغل على الستريتور او اي برنامج فيكتور انا عندي الحدود بتبقى شارب جدا صح، لكن لما بيروح الملف للبرينتر عشان يطبع لازم يتحول لايه؟ لراستر، لازم يتحول لملف راستر. لما يتحول لملف راستر يبقى فيه العامل بتاع الريزوليوشن دخل معايا والكلر ديبس دخل معايا والانتي اليز دخل معايا صح كده. طب لو انت بتعمل فصل الوان عايز انتي اليز؟ لا، الانتي اليز زي ما انتم شايفين كده قدامنا، انا هنا شايف اهو ان ايه، هو بيضيف لي درجات لون زياده انا مش محتاجها، يبقى انا لازم الغي الانتي اليز لو بعمل ايه، لو بعمل فصل الوان. طب لو بتطبع ديجيتال لا سيبي الانتي اليز عشان يخلي لك الحواف برضو ايه يبان ان هي انعم شويه. وده طبعا يعني زي ما قلت لكم في اخر فيديو انا كنت بتكلم فيه عن موضوع الطباعه الديجيتال ده، كنت بقول لك خد بالك ان وانت بتصدر بقى انت بتظبط الريزوليوشن ل 72 ولا 150 ولا تظبطه على 300 زي ما انت عايز، وهو تحت كده بيقول لك انت عايز تعمل انتي اليز ولا لا. فشوف لو انت عايز تعمله كده يبقى انت اكيد هتعمل ايه، لو بتطبع ديجيتال يبقى اكيد هتدخل انتي اليز معاك، لو بتعمل فصل الوان يبقى هتستبعد الانتي اليز. طبعا الفيكتور ايمجز احنا قلنا ان هي ميزتها في ايه، ان هي لو كانت حتى الدايره الصغيره اللي قدامنا دي احنا رسمينها لما بنيجي نكبرها كبر صغر اعمل اللي انت عايزه مش هيحصل اي ايه، مش هيحصل اي تاثير، الكواليتي هتفضل واحده. دي ميزه ان انا اشتغل على برنامج ايه، برنامج فيكتور سواء كان الاليستريتور او الكورل درو، ما اعرفش انتوا اشتغلتوا عليه برضو ولا لا قبل كده. الكورل درو ده الناس بتشتغل عليه اكتر مع الابل لان هي اساسا شركه ابل هي اللي انتجت الكورل درو ده، هي لسه محافظه عليه لحد دلوقتي. طبعا ادوب كانت تقريبا غالبيه البرامج اللي موجوده على الساحه يعني اللي زي الفوتوشوب كلهم اتاكلوا، اللي زي الالستريتور كلهم اتاكلوا، كان في قبل كده فري هاند ويمكن انا حكيت لكم على الموضوع ده قبل كده، وبرده اشتروا الشركه وخدوه ودخلوه في البرنامج تاني، لكن لسه البرنامج بتاع الكورل لسه قادر يمسك نفسه عشان هو زي ما قلت لكم مع ابل وبينزل مع بيبقى متوافق اكتر مع الكمبيوترات الخاصه بالابل يعني. طبعا احنا كنا اتكلمنا عن ازاي بتمثل احنا او هو ازاي بيمثل الصور على برامج الفيكتور دي، واتكلمنا برده على مقارنه كده بسيطه ما بين البرامج دي والبرامج دي وانواع الملفات هنا وانواع الملفات هنا، مش عايزين نعيد برضو الكلام تاني. الخصائص برضو اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، برضو احنا كلمتكم عن الواجهه وكلمتكم عن البانلز وعددها اللي موجوده عندنا، ده كلها معايير المفروض احنا بنختار على اساسها البرامج. تخصيص الملفات العمل نفسها، انا ممكن اعمل اكتر من ملف لكل مستخدم او لكل مشروع تصميمي مختلف، وممكن نسجله وممكن نفتحه في الوقت بتاعه، مش محتاج ان انا اظبط كل الاوبشن كل مره. الحاجات دي برضو اتكلمنا عليها. السرعه ومعدل الاداء بتاع اي برنامج بتبقى معيار للحكم. عدد الادوات دي كده عدد الادوات اللي موجوده في الفوتوشوب عشان بس اللي كان كاتب 26 اداه، انتوا شايفينهم عاملين ازاي؟ شايفين الشبكه دي عامله ازاي؟ عايزين يعني بتهيألي محتاجين مننا فتره زمنيه كده عشان نقعد ايه؟ نقعد نعدهم بس، يعني اكيد دول مش 26، اكيد يعني دول مش 26. طيب كمان برضو الخيارات المتوفره عندي لكل اداه ولكل اوبشن انا بعمله، كل ما زادت الخيارات دي وكل ما كان افضل واحسن طبعا بكتير. برضو لو انا عندي ايقونات متوفره او عندي مجموعه اشكال جاهزه او عندي باترن جاهزه، كل ما يكون موجوده في البرنامج كتير كل ما كان افضل. لو بقدر استخدم الاقنعه في الرسم والتصميم وكلام من ده برضو بتساعدني اكتر. لو عندي البرنامج بيوفر طبعا مجموعات لونيه او باليتات لون كتير او بيديني امكانيات اكتر في التلوين برضو هيكون افضل. لو عندي برضو قدره على اني احفظ واخزن الخطط اللونيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني انا ممكن اقدر احفظ على الكمبيوتر او على البرنامج نفسه المجموعه اللونيه اللي هي مثلا ملائمه مثلا لربيع 2023 مثلا، الموسم بتاع ما اعرفش او موضه الربيع في 2023، انا ممكن اخزنها هنا بحيث ان انا لما اعمل التصميمات اللي هتنزل في الفتره دي تبقى كلها ماشيه على نفس الخطه اللونيه اللي هي يعني المناسبه للموسم ده او للسيزون ده. طبعا برضو قدره البرامج دي على انها تكون في بينها وبين بعضها توافق مع كل الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها بقى، حتى كمان لو عندها توافق مع الطابعات وغيره من الايه المرفقات او
الاجهزه الملحقه بالكمبيوتر زي الطابعه والسكانر وحتى الجرافيك بين وغيره من الادوات اللي احنا بنستخدمها. البرمجيات دي مهمه جدا ان احنا بنستخدمها في طباعه المنسوجات. بقى عندنا في طبعا ايه عمليه التصميم دي ايه معقده جدا، فعشان كده انا عندي مجموعات كتير جدا من ايه من البرمجيات. فعندي مثلا ايه البرمجيات بستخدمها في مراحل معالجه الايه المظهر الخارجي وتصميم التركيب النسجيه حتى يمكن، وبعد كده عمليات الصباغه والطباعه وغيرها. دي كلها في كل حاجه منهم ممكن استخدم برمجيات معينه. في كمان مخططات التصميم لو انا عايز اخطط اصلا عمليه التصميم، يعني في الاداره بقى انتوا عارفين الاداره ده علم تاني خالص، والاداره دي ليها موضوع تاني، واللي ماسك اداره خط انتاج مثلا المفروض ان هو بيبقى عنده المراحل ويبتدي يرتب العمليات دي ويدخل انه منتج قبل التاني ويستنى ده قد ايه ويبدا بايه وينتهي بايه عشان يبتدي ايه يخلي خط الانتاج شغال اكبر وقت ممكن بدون عطله، وفي نفس الوقت يطلع كل المنتجات المطلوبه منه في الوقت المطلوب منه الضيق ده. تمام. فالمفهوم دوت برضو خلى الكمبيوتر يخش في موضوع اداره عمليات الانتاج اللي احنا بنتكلم عليه. لو هنتكلم على البرمجيات برضو، في برمجيات في صناعه النسيج، في برمجيات في مراحل الغزل، في برمجيات في مراحل جمع القطن نفسه. واخدين بالكم كل الحاجات دي بقت موجوده، عشان كده بقول لكم لو احنا عارفين برنامج ولا اتنين احنا لسه مش عارفين اي حاجه. واخدين بالكم؟ بس احنا برضو ايه احنا بنبقى محتاجين نبقى متخصصين اكتر، لان احنا بنشتغل في الطباعه اكتر يعني، فاكيد مراحل الغزل دي انا مش هدور عليها يعني، ولا جمع القطن، انا مش هروح اجمع قطن يعني بالكمبيوتر. خلاص. اداره العمليات دي ممكن تساعدني، صباغه الملابس، صناعه التريكو يعني ممكن شويه لو انت عايز تعمل تصميم للتريكو، معالجه الصور دي مهمه طبعا بالنسبه لنا، النمذجه دي اكيد مع اي حد ان انت تطلع البروتوتايب او النموذج بتاعك المبدئي ده مهم جدا. تصميم الازياء برضو نفس الموضوع. شوفوا بقى كده يعني السوفت ويرز اللي موجوده قدامي دول، انا بحاول كده اجمع شويه يعني من السوفت ويرز، وهتلاحظوا يمكن اللي احنا عندنا عنهم فكره شويه اللي هو الايه اللي بالاحمر دول اللي هو الاليستريتور والفوتوشوب والنت جرافيك، يمكن حد يسمع عنه او ما حدش، والكورل درو صح كده. لكن في بقى فاشون كاد، في انفنتور، في ايفالويشن تكستايل ديزاين، في مش عارف ده غير البرامج اللي انا لسه قايلها لكم من شويه. فالبرامج كتير جدا في المجال، فاحنا واحده واحده بس ايه يعني مش بنعقد نفسنا يعني. هي طريق الالف ميل بيبدا اكيد بخطوه، فاحنا هي خطوه احنا بنبدا مع بعض، لكن عايزكم بعد ما تخلصوا بعد كده نبتدي ايه نكمل يعني الموضوع. عندي هنا المتطلبات الخاصه بتصميم طباعه المنسوجات. بقى انا زي ما قلت لكم في الويفن والنتس اللي هي ان انا اعمل نسيج او اعمل تريكو، وفي الكاربتس اللي هي زي السجاد والحاجات دي، البرينتنج ده بتاعنا، الكالرنج والكاليبريشن اللي هي المعايره بتاعه الالوان، معايره الالوان، والمرشندايزنج اللي هي ايه الترويج للمنتج. احنا اخر ثلاثه دول هو اللي احنا بنركز فيهم قوي صح كده. هنا دي زي ما انتم شايفين كده في عندك اكتر من حاجه اهو، عندي مثلا التكسل سوليوشن، وفي عندي الجاكار، وعندي الدوبي، وعندي الحاجات دي كلها ليها علاقه بايه بالنسيج صح كده. دي كلها برامج في النسيج، عشان لو حد منكم خرج وراح يشتغل في النساجون مثلا، في منكم كتير بيشتغلوا، في عندنا خريجين منكم كتير شغالين في النساجون. النساجون بيشتغل اصلا في الاساس على نسيج صح كده. فانت لو جيت تعمل التصميم بتاعنا اللي احنا بنعمله هتبقى محتاج تعرف الحاجات دي، يعني تبقى عارف هما بيشتغلوا ده على ايه بعدين، لان هو تصميمه مش هيعمله بقى على الفوتوشوب، حتى لو عمله على الفوتوشوب فبيبقى محتاج يخش ايه يسجله على البرامج اللي احنا بنتكلم عليها دي. خلاص يا جماعه. في ترو كالرنج دي اكتر من حاجه زي ما بقول لكم. هنا بقى في البرينتنج زي ما قلت لكم انا محتاجه في ايه في البرينتنج، محتاجه في الكالر ريدكشن، احنا عايزين نعمل خفض للالوان، وكلمتكم انا في القصه دي قبل كده ان المفروض انت عندك التصميم لما بتاخده سكان بيبقى محتاج نقلل عدد الالوان اللي فيه، عشان احنا في الطباعه عدد احنا بنشتغل سبوت كالر مش بنشتغل فول كالر. تمام كده. الديزاين والريبيتنج انا محتاج برامج في التصميم وعمل التكرارات. الكالرنج اللي هي بتاعت المرياجات برضو هتلاقي في برامج للمرياجات، بس يعني ممكن تروح المصنع تلاقي برنامج هو مسؤول انت بتفتح البرنامج من على الكمبيوتر عشان تعمل عليه مرياجات بس. تمام كده. في كمان عندي ايه السيموليشن اللي هو بيديني محاكاه بقى، بيديني موديلنج زي ما احنا قلنا، وفي الكاليبريشن اللي هي ايه معايره الالوان. يعني ايه معايره الالوان؟ حد عارف يعني ايه معايره الالوان؟ يعني لو جالك عينه فيها لون معين مع عليها تصميم معين بالوان معينه، انت لازم تعمل كاليبريشن معايره للايه للالوان دي عشان تعرف الدرجه دي تطلع بانهي كميه من الصبغه، مثلا الاحمر مع الازرق مع واخدين بالكم، لان انت بيبقى عندك الوان اساسيه بتبتدي تخلط منها لما تيجي تشتغل في ايه في معمل الصباغه او في معمل الطباعه، معمل الالوان يعني اللي هو بيكون فيه الالوان. ما انتوا عارفين ان في مطبخ الوان في الايه في المصانع، فاما بتخش مطبخ الالوان ده
بيجي لك قماشه وعليها درجه لون، عايز تطلع نفس الدرجه دي، بتبتدي تعمل الكميات دي على عينه صغيره بالجرام كده، وبعد كده لما بتظبط معاك بنفس درجه اللون بتبتدي تعملها في برميل بقى قد كده كبير. يعني ما اعرفش حد فيكم راح ولا لا، لما نروح مصانع هنشوف الكلام ده. طبعا هنا زي ما قلت لكم كده عندنا هوبر برنامج زي ده في الكالر ريدكشن هيديني ادوات كتير جدا عشان اقلل عدد الالوان، وبرامج ثانيه للايه للريبيت زي ما احنا شايفين كده عشان اعمل التكرارات. وزي ما احنا شايفين هنا في اكتر البرنامج نفسه في اكتر من نوع من انواع التكرار، وشايفينهم اللي في الجنب ده يا جماعه هنا كده ناحيه اليمين، فهيدي لك مثلا الرباعي والثلاثي والثلاثي اللي من الجنب والثلاثي اللي من فوق، فانت بتضغط كليك عليه هو بيكرره لك بالطريقه دي، بدل ما احنا بنقعد زي ما عملنا كده في الرباعي خدناه باترن وبعد كده كررناه، ولما جينا نعمل الثلاثي لقينا نفسنا ايه عايزين نعمله نحركهم بالايد الاول وبعد كده ناخد المساحه الاكبر عشان نعرفها رباعي، وبعدين لا هو عنده هيبقى مجرد بس انت ايه زرار كده هتدوس عليه هيبتدي يحولها لك للطريقه اللي انت عايزها. برضه هنا نفس الموضوع في الالوان، وممكن يخزن الوان زي ما قلت لكم. ده طبعا البرنامج ده هيديني ايه يعني التاثير بتاعه لو انا عايز اعمله مثلا زي الاير براش، او عايز اعمله زي الموكيت كده مثلا او زي السجاد، فانتوا عارفين شكل التصميم لما بيبقى على خيوط غير لما بيبقى مطبوع. تمام، في كمان هنا ايه يعني بتدي لك برضه شويه ايه تاثيرات بتعير الالوان، انت بتبتدي تاخد درجات الالوان وبرضه ممكن تضيف التاثيرات بتاعتك. ده البرامج بتاعه الترويج اللي هي بتساعدك في انك بقى بدل ما احنا زي ما احنا بنعمل كده بنحط التصميم وخلاص، لا ده بيدي لك زي شبكيه، يعني بيدي لك زي شبكيه كده كانه بيرسم لك شبكه ثلاثيه الابعاد زي ما بيشتغل اي برنامج ثلاثي الابعاد، فبيديك امكانيه انك ترسم شبكه على الصوره، يعني هي صوره مسطحه زي ما احنا شايفين، لكن انا قادر اعمل عليها الشبكه اللي هي رسمتها في الاول ايه بالخطوط اللي هي موجوده هنا على الحواف كده الاول الزرقاء في اللي هي ناحيه الشمال خالص، واللي في النص دي بعد كده بدات ايه اكسيها بشبكيه معينه عشان الشبكيه دي لما احط عليها التصميم هو التصميم ينزل بيلف مع نفس حركه الشبكيه اللي احنا عملناها دي بالظبط. فبرضه في برامج موجوده للحاجات دي، لكن زي ما قلت لكم احنا بنحاول نعالج المساله في حدود الامكانيات اللي موجوده معانا في حدود البرامج المتاحه بالنسبه لنا لحد دلوقتي يعني، لكن الحاجات دي كلها انت ممكن تشوفوها في المصانع. من ضمن برضه المرشندايزنج بتاع الترويج ان انا هقدر اطلعها على موديل واطلع معاها كمان مرياجات اللون اللي احنا ممكن ننتجها من نفس الايه من نفس التصميم، عشان ما فيش حد اساسا بيستخدم تصميم واحد، يعني لما بنعمل التصميم ما بنطلعلوش درجه لون واحده او مرياج الوان واحد، لازم نطلع له اكتر من مرياج عشان اقدر اغطي اكتر من شريحه من المستهلكين اللي بيتعاملوا معايا كده. اكون بس انا ايه يعني حاولت النهارده ان انا يعني خدوا بالكم يا جماعه في المجال بتاعنا او في السوق عندنا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني في حاجات كتير قوي ممكن انت تشوفها، فحاول لو خلصت بعد كده المعرفه ما وقفتش عند المقرر بتاعنا، انت عندك حاجات تانية حاول تبحث عنها، لو توفر لك اي برنامج من دول تحاول تعرفه وتتعلمه بحيث ان انت ايه تبقى عارف تلم الحاجات دي كلها. وكل حاجه يعني زي ما احنا شايفين كده هي برامج يمكن تكون كمان بتسهل شويه في بعض الخطوات اللي احنا بنعملها في